السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة ان شاء الله. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن مرض التنفسي عملي. احنا لقينا هنا عندنا حالة كده الفرد حمام، ماشي، عندها تنفسي، فانا قلت ان انا ايه اوريكم احنا بنعمل معاها ايه وايه اللي بيتم وكل حاجة بالتفصيل. بس ما تنسناش في الاول، اللي اول ما بشوف الفيديو يا ريت تشترك في القناة ويفعل زر الجرس، وتنسوناش بالدعم وباللايك. طبعا انا العشش عندي فيه سايب وفيه سلكات، ديت انا لقيتها في وسط السايب، ماشي. اول ما شفتها كده قلت تنفسي. طيب انت عرفت ازاي يا محمد؟ هقول لكم انا عرفت ازاي وهجيب لكم فرد الحمام. طبعا انا عزلته اول حاجه كده شفتها. لما تلاقي عندك مرض يا جماعه بتتدخل عليه، بتتدخل بالعزل الاول، طالما جماعي وفي وسط حمام كتير بتتدخل بالعزل، ماشي. هنجيب لكم بقى الفرد الحمام. طبعا فرد الحمام زي ما انتم شايفين كده، هسمعكم صوته دلوقتي. سامعين؟ اكيد طالع في الفيديو. سامعين الصوت ده يا جماعة؟ صوت الحشرجة ده اهو. تمام، اول حاجه شايفينها مع بعض زي ما انتم شايفين كده فاتح بقه وبينهج، شايفين؟ واضح بينهج. هتلاقي فرد الحمام اهو، صوته اهو ماشي واقف كده، ايه مش مظبوط، واقف كاشش، تلاقي فيه كشاشان، ماشي، بتلاقوه فاتح بقه، فاتح بقه زي ما انتوا شايفين كده اهو اهو ماشي، وبينهج، وفي صوت حشرجة اهو. تمام، في صوت حشرجة في بقه. طبعا انت لو فتحت بقه مش هتلاقوا فيه حاجة ولا كنكر داخلي ولا بتاع، ده كده يبقى تنفسي. طيب بتعمل ايه بقى انت معاه؟ انت كده خلاص عرفت، شخصت، من غير بقى لا تستنى زبله ولا بتاع، هو الشكل ده كده تنفسي، ماشي. طبعا انا هنا بستخدم نوع مضاد حيوي اسمه فلورجات 30% بيطري. هوريكم شكل الازازه اهوت عشان برضو اللي عاوز ايه، انا اتكلمت عنه قبل كده اهو. ده انا بستخدمه في حالات التنفسي والسلمونيلا، ماشي. ده مضاد جراثيم، ماشي، بيطري. تمام، بعمل ايه بقى؟ مش بدي بقى في الميه وفي السقايه وفي الكلام ده، لا لا لا، انا بتدخل يا جماعه مباشر على طول. فرد الحمام بتدخل علاجه مباشر. دي طبعا سرنجه الانسولين، كنت انا اتكلمت عن موضوع السرنجات ده قبل كده، برضو موجود الفيديو، ماشي. سحبت 30 شرطه بسبنجة الانسولين زي ما انتم شايفين كده، وفي الفم مباشر. 30 شرطة ده هي كلها اصلا من 1 لحد 10، ده يعني 1 سنتي. 30 شرطة ده يعني 3 شرط من الايه، من السبنجة العادية اللي هي من ايه، اللي هي 5 سنتي و3 سنتي، ماشي. وفي الفم تديله مباشر كده زي ما انا ايه هديله. تمام، لمدة قد ايه تعمل الموضوع ده؟ لمدة من 3 ايام لحد 5 ايام، كل يوم نفس القصة دي، ماشي. وطبعا مع العزل، يعني انت كده خلاص هو اخذ العلاج اهو، خلاص اتعزل، ماشي، وهنسيبه. تمام، وهنشوف كل يوم تتابع معاه، يوم 2 3 معاك الاقصى حد للمضاد الحيوي 5 ايام، وباذن الله بيخف قبل ال5 ايام، بيخف. انت طالما انت لحقت الفرد من اوله، الفرد الحمام على فكره عافي شويه لسه، لان انا لحقته في الاول، يعني المرض ده في اوله خالص. تمام، لو سبته عن كده هتلاقيه كل يوم بدون علاج يبقى خامل وكاشش على جنب، ولا بياكل ولا بيشرب ولا اي حاجه. هو حاليا بياكل وبيشرب لان المرض لسه في الاول، لو سبته اهملته
بتلاقيه دخل في موضوع ان هو امتنع عن الاكل والشرب، امتنع يخس، بدأ ان هو يخس ينشف، خلاص بقى المرض هيسيطر عليه ان شاء الله لما يخف. عوابكم برضو الفيديو في الاخر بعد كورس العلاج، ونشوف احنا طبعا يا وصلنا. جماعة ده فرد الحمام اللي كان عنده تنفسي، الحمد لله خف اهوت بقى زي الفل زي ما انتم شايفين كده، بقى طبيعي خالص، ما بقاش فيه اي مشكلة، والزبلة بتاعته اتحسنت واتظبطت، كانت في الاول سايلة بعد كده مسكت نفسها زي ما انتم شايفين اهوت. انا ما رضيتش انضف عشان خاطر ايه، اوريكم احنا وصلنا لحد فين. ده اخد علاج 4 ايام، ده اليوم الخامس لسه ما اديتوش علاج النهارده، لحد امبارح 4 ايام بس الحاله اتحسنت اهي زي ما انتم شايفين اهو، بقى واقف طبيعي، ما بقاش فيه اي مشكله خالص، تمام. وان شاء الله يرجع مكانه النهارده، تمام، والحمد لله يعني العلاج جاب نتيجه معاه وبقى تمام التمام. زي ما انا قلت لكم كده، اللي مش لاقي علاج اللي هو الفلورجات 30%، ولو عاوز حاجه بشري ممكن يشوف تتراصيد بشري او تتراسيكلين، حبوب كبسولات، تمام، بتدي نفس العلاج يعني، ونفس الايه، نفس الجرعات، الجرعه تبقى حبايه في بقه، تمام. زي ما انتم شايفين كده بقى كويس وبقى زي الفل اهوت، الحمد لله. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.